وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات. بداية وبعد التحية دكتور أحمد، مصر تواصل جهودها الدؤوبة دائما واتصالاتها على كافة المستويات للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. كيف تقيم دور مصر منذ اندلاع الأزمة في ظل تلك الجهود؟ تحياتي لك دينا ولكل مشاهدينا الكرام. في الواقع أن مصر تمثل يعني صمام الأمام للقضية الفلسطينية، هي الداعم الأساسي ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، ومصر تقريبا هي الدولة الوحيدة التي تمثل حقيقة دعما كاملا للشعب الفلسطيني. وهذا التحرك المصري سار على 5 مسارات متوازية. نعرف دائما المسار الإنساني في إطار فقه أولويات الدولة المصرية في تخفيف المعاناة. بلغة الأرقام 87% من المساعدات التي قدمت إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية، عكس التلاحم بين الدولة المصرية والشعب المصري وتحالف التحالف الوطني العمل الأهلي وحياة كريمة وغيرها. أيضا على هذا المسار سخرت مصر كل إمكانياتها، سواء مطار العريش وميناء العريش لاستقبال المساعدات. ساعد أيضا على هذا المسار في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات بإنفاذ إدخال المساعدات، منها القرار 2728 وقبلها القرار 2720. أيضا هذا المسار حقيقة صار بالتوازي مع فقه أولويات الدولة المصرية في وقف نزيف الدم الفلسطيني، لأن الوقت من دم. وهو مصر أيضا هي الدولة الوحيدة التي رعت وبادرت في التوسط وقت إطلاق النار بين قوات الاحتلال بين الفصائل الفلسطينية من أجل وقت هذا العدوان. وأيضا بالتوازي مع هذا المسار الأمني، أيضا مصر سعت إلى العمل على حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وضعت القضية الفلسطينية في نصابها الصحيح بعد أن كانت إسرائيل تحاول إجهاض والقضاء على ما تبقى منها وتوظيف ما حدث في 7 أكتوبر لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير القسري. حقيقة شكلت مصر حائط صد امام كل هذه الامور. هناك ايضا المسار الدولي، وهو الجهود المصريه في حج الدعم الدولي للشعب الفلسطيني. وانا اعتقادي ان لقاء الوزير شكري مع المقرات الامم المتحده للمعنيه بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينيه لتاتي في الجهود المصريه المتواصله. نعم، وفي هذا الاطار يعني اكد اسرائيل وكشف جرائمها امام المجتمع الدولي. نعم، وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية سامح شكري مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية. إلى أي مدى يعني تجاوزت إسرائيل كافة القرارات الدولية ولم تنفذ حتى الآن قرارات المجلس الأمن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة؟ في الواقع ان ما تقوم به اسرائيل هي جرائم حرب، جرائم تصل الاباده الجماعيه، تمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وايضا تعد يعني انتهاكا لكل قرارات الامم المتحده. وبالطبع اسرائيل تحدث هذه القرارات لم تنفذها، سواء على المسار الانساني في ادخال المساعدات او على مسار وقف اطلاق النار. انا في اعتقادي ان جزء من هذا التحدي الاسرائيلي ليس لقوه اسرائيل، وانما ايضا بسبب الازدواجيه في المواقف الدوليه، خاصه المواقف الامريكيه التي يعني تدعم اسرائيل على ارض الواقع وتزودها بالاسلحه وبالدعم وتستخدم الفيتو في مجلس الامن، كما راينا منذ ايام قليله عندما اجهضت امريكا مشروع قرار يمنح فلسطين عضويه كامله في الامم المتحده. هذا الازدواجيه الدوليه وهذا الدعم الغربي والدعم الامريكي لاسرائيل هو ما شجعها حقيقه على تحدي المجتمع الدولي، على التعنت، على الاستمرار في جرائمها. وانا في اعتقادي ان هذا ينذر بتداعيات خطيره، وينذر ايضا ان استمرار هذا الصراع ينذر بانتقال شرار الى المنطقه، وينذر بتصعيد اقليمي لن يكون في مصلحه احد، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا. واكدت مصر على لسان السيسي ان القضيه الفلسطينيه هي مفتاح الامن والاستقرار في المنطقه، وبالتالي لابد هناك جهود دوليه، وهو ما اكد عليه وزير شكري، لابد من جهود دوليه لادخال المساعدات، وقف العدوان، العمل لحل سياسي، لدعم الشعب الفلسطيني، لوقف اعتداءات الاسرائيليه والمستوطنين على الفلسطينيين. وانا في اعتقادي في ظل هذه الهجمه الاسرائيليه تمثل مصر حقيقه حائط صد وصمام امام في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه على كافه المسارات السياسيه. وضحت الصوره دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات، كنت معنا هاتفيا.